حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. استحقاق المحلية أهمية، تأكيد الإجراء والفرص الإضافية للمشاركة الجماهيرية. بغداد وواشنطن حوار أمن واتفاقات استراتيجية وتساؤلات عن طبيعتها ومحاذير من بنودها. إذن مشاهدينا، استحقاق المحلية الذي يعد نواة لجسد الحكومات المحلية، ما تزال فرصة المشاركة تمديد مفوضيات الانتخابات المدة الزمنية لتحديث السجلات الانتخابية. فالبطاقات البيومترية أساس لعملية الاقتراع وفق النصوص القانونية التي عدلت في مجلس النواب. وعلى هذا المبدأ، ما يزال صندوق العملية الانتخابية يتلقى رسائل الدعم الدينية والمجتمعية والتي تحث الشارع العراقي على ضرورة التهيؤ للانتخابات وعدم هدر هذه الفرصة الذهبية التي منحت لتحديث البيانات الانتخابية وضمان حق المشاركة في الاقتراع أو في اقتراع الخريف. أما في ملفنا الثاني من الحصاد، فإن الحوار الأمني بين بغداد وواشنطن الذي انتهى بتوقيع محضر اتفاق أمني يمهد لحوار مستقبلي بشأن مهام التحالف الدولي في البلاد. تنظر إليه العديد من الأوساط أنه ذر الرماد في العيون، وأشبه ما يكون أنه مدخل لإطالة بقاء قواتها في العراق وإعادة التموضع، فضلا عما يشكله هذا الانتشار الجديد من خطر على الجوار. وأمام هذه المعطيات، طالبت قوى نيابية بإيضاحات ورؤية تكشف عن طبيعة بنود مسودة الاتفاق التي يكتنفها الغموض ومحاذير الأمن. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام: عضو مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق السيد محسن الموسوي، وعضو مركز الهدف للتحليل السياسي السيد مؤيد العلي. وأبدأ معك السيد محسن، أهلا بك. وبالنسبة للمدة الإضافية أو الفرصة التي منحت للمواطنين من أجل تحديث سجلاتهم أو بياناتهم الانتخابية، ماذا تؤشر هذه الفرصة والمدة؟ هل هي مؤشر على إقبال من الشارع على التحديث أم عزوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين الأعزاء. مفوضية الانتخابات فتحت عملية تحديث سجلات الناخبين استنادا إلى جدول العمليات الزمني الخاص بالعملية الانتخابية، وهي انتخابات مجالس المحافظات والتي ستجرى بتاريخ 18/12 من هذا العام. وفتحت لمدة شهر كامل، وهذا التحديث هو يسبق أي عملية انتخابية، والهدف منه بإجراء عمليات التغيير والتصحيح وعمليات النقل والحذف وغيرها من العمليات الأخرى الخاصة بتحديث سجلات الناخبين. وكانت هذه المدة هي شهر كامل، وتم تمديدها لمدة 7 أيام، سوف تنتهي يوم غد في نهاية الدوام الرسمي. هذا جانب. الجانب الثاني، أشار قانون الانتخابات بشكل صريح أنه لا يتم الاختراع في يوم الانتخابات إلا من خلال بطاقة الناخب البايومترية الخاصة بالناخب العراقي، ولا يسمح باستخدام البطاقات الأخرى اللي كانت قصيرة الأمد أو استخدام سجل الناخبين، ولكن حصرا باستخدام بطاقة الناخبين البايومترية. لذلك كانت هنالك فرصة كبيرة للناخبين في عملية تحديث سجلات الناخبين لضمان عملية الاقتراع في الاستحقاق الانتخابي القادم. ووصل تقريبا عدد المحدثين أكثر من 600,000 مواطن تم تحديث بياناتهم، أضافة إلى أنه مفوضية الانتخابات
بعد انتهاء عملية الاقتراع في انتخابات 2021 هي أيضا كانت مستمرة في عملية تحديث سجلات الناخبين وعملية إدخال المواليد الجديدة لغاية مواليد 2005 تم إدخالهم في سجلات الناخبين بصورة شاملة في 15 محافظة من المحافظات العراقية. طيب، شرط استخدام البطاقة البيومترية المحدثة في المشاركة بالانتخابات إلى أي درجة يقاس أو شبهات التزوير؟ نعم، يعني هي مفوضية الانتخابات في إجراءاتها يعني من خلال عدة عوامل. العامل الأول هو استخدام بطاقة الناخب البيومترية الإلكترونية، استخدام توقيع في داخل سجلات الناخبين، استخدام بصمة الإبهام الخاصة بكل ناخب، إضافة إلى تحبير إصبع الناخب. حقيقة كل هذه الإجراءات هي الهدف منها هي لمنع عمليات التزوير، الهدف منها عمليات إلغاء عمليات التصويت المتعدد أو التصويت المزدوج أو أي تصويت آخر. الهدف منها هو لإضفاء الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية من خلال إجراءات عديدة للحد من عمليات التزوير في الانتخابات. رحب بك مرة أخرى سيد مؤيد. بالنسبة للحملة الحالية من مختلف الأوساط ووسائل الإعلام، شخصيات اجتماعية ودينية فاعلة ومؤثرة بالمجتمع، سيد مؤيد، هل هي كافية لتحشيد المجتمع للذهاب نحو مراكز تحديث السجل الانتخابي؟ هل هي كافية بتحفيز من يقف على الحياد أو الرافض لحقه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك أستاذ بشار وللضيف العزيز وإلى كادر مشاهدي قناة الأيام. بدءاً يجب أن نبين أهمية هذه الانتخابات. بصورة عامة الانتخابات مهمة جداً في أي نظام ديمقراطي باعتبارها السبيل الوحيد للتداول السلمي للسلطة، أيضاً لعملية تغيير الوجوه وبالتالي ضخ دماء جديدة في أي انتخابات سواء كانت على مستوى الانتخابات النيابية أو انتخابات مجالس المحافظات. انتخابات مجالس المحافظات هذه المرة لها أهمية كبيرة جدا باعتبار أنها عطلت منذ أكثر من 10 سنوات، وأيضا هناك يعني في عام 2019 تحت تأثير التظاهرات التي حدثت آنذاك في مناطق عديدة من العراق يعني تم إلغاء مجالس المحافظات. هذه المجالس هي لها بعد دستوري وبعد قانوني، إضافة إلى البعد التشريعي والبعد الخدمي والتنفيذي والرقابي في الحدود الجغرافية لكل محافظة، فبالتالي هي مهمة جدا وبالتالي تمس بحياة المواطنين، ويجب أن يمارس المواطن دوره الحقيقي في اختيار الشخصيات التي يراها مناسبة وفق ما تقدمه تلك الشخصيات، ما تمتاز به من كفاءة وإدارة في تلك المحافظات. هذا العزوف له أسباب كثيرة جدا، أعتقد أنه يتعلق بالأداء السياسي في الفترة السابقة وعدم ووجود الفجوة الكبيرة جدا بين الكتل السياسية والجماهير التي نوعا ما هي قلت في حكومة محمد الشياع السوداني باعتبار أن هذه الحكومة اتجهت نحو الخدمات ونحو الاستثمار وبدأت تلامس بشكل حقيقي ما يحتاجه المواطن العراقي. المواطن العراقي يجب أن يقوم هو بدوره، من ينشد التغيير، من ينشد الإصلاح، من يريد أن تكون محافظته محافظة مزدهرة، يجب أن يساهم في عملية في الانتخابات ويساهم في اختيار الشخصيات الكفوءة والجديدة وضخ دماء جديدة. رأينا في هذه يعني الدورة البرلمانية عندما تمت الانتخابات وهناك شخصيات جديدة تواجدت في البرلمان العراقي استطاعت أن تقوم بدورها الرقابي والتشريعي بشكل جيد، يعني لا نريد أن نذكر اسم، هناك عدة أسماء. هذه الانتخابات مهمة جدا، لذلك نرى الاهتمام من قبل شخصيات دينية أو مؤسسات تراقب الرأي العام وتراقب الانتخابات والعملية الديمقراطية في العراق. طيب، تشجع الناس على، أعتقد هذا الأمر لكن مهم جدا. إذا تذكر هذه الفترة الماضية بدون مجالس محافظات سيد مؤيد كانت فترة مثمرة خصوصا بالحكومة الأخيرة، أثمرت أو بداية مشاريع جديدة وإنجاز كان أكثر بحسب مراقبين ومختصين. طيب، أداء المجالس السابقة الذي وصف بعدم المثمر وغير منتج ما راح يكون مثبط من عزيمة الناخبين على الذهاب إلى تحديث سجلاتهم؟ أحسنت، يعني سبقتني بهذه النقطة. يعني سبب عزوف المواطنين خصوصا حتى في الفترات السابقة في الانتخابات النيابية هي أكثر بكثير من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية، لأن مجالس المحافظات في تلك السنوات للأسف لم تقدم شيئا على مستوى محافظاتها. كانت هناك سرقات واضحة، استغلال للمال العام، استغلال للأراضي في تلك المحافظات، ولم تقم بمشاريع حقيقية تذكر، رغم أنه وفق الدستور العراقي هي من حقها أن تقدم يعني مشاريع استراتيجية في حدود المناطق الجغرافية لحدود الجغرافية تلك المحافظات، لكنها الانشغال بالمكتسبات وامتيازات المناصب منع العديد من
مجالس المحافظات أن تقوم بدورها الحقيقي، يعني يقول العديد وليس جميع هذه المحافظات. اليوم مثلا يعني محافظة كربلاء محافظة متطورة جدا، ونائما نشاهد هناك تطور عمراني فيها بين فترة وأخرى. هذا الأمر يعني يجب المواطن أن يميز يعني اختياره، يجب أن يكون اختيار حقيقي. نعم. بكل الأحوال عندما تكون هناك انتخابات وتقر وفق القوانين العراقية، يجب أن يشارك المواطن العراقي واختيار الشخصيات المناسبة. إن لم يشارك ويعزف بحجة أنه المجالس المحافظات السابقة لم تقدم، فبالتالي الشخصيات الغير كفوءة والشخصيات الفاسدة والتي تمتلك المال السياسي وتنتمي إلى جهات سياسية مشبوهة، بالتالي تستطيع أن تصل من الاعتبار أن هذه الجهات لها جمهور ثابت، وتستطيع أن تقدم يعني جماهير معينة أو تشتري أصوات معينة وتتواجد في داخل مجالس المحافظات، وبالتالي تكون هناك نكسة أخرى للمواطن العراقي. المواطن طيب. العراقي يجب أن يمتلك وعي انتخابي، خصوصا بعد التطور السياسي الكبير اللي حدث في العراق وفشل عملية يعني تغيير النظام السياسي في زمن السيد الكاظم بدعم أمريكي واضح. يحتاج المواطن العراقي أن يشارك في هذه الانتخابات التي هي بصراحة أيضا تعتبر بوابة للانتخابات الكبيرة، انتخابات النيابية المقبلة. سيد محسن، نهاية الدوام الرسمي باكر الثابت 12 آب راح تكون نهاية المدة المخصصة لتحديث السجل الانتخابي، ايش قد تتوقع أن تصل نسبة تحديث البيانات؟ نعم، يعني هي يعني حقيقة ليست هنالك نسبة محددة، ولكن يصل العدد ما يقارب 600 ألف ناخب يعني حدث بياناته خلال هذه المدة القصيرة. أما نعم. عملية التحديث هي كانت مستمرة في يعني بعد انتهاء انتخابات 2021، وهي الى اليوم هي مستمره عمليه التحديث سجلات الناخبين، ووصل يعني العدد الى مثلا اكثر من 3 ملايين مواطن حدث بياناته، وسوف يتم جميع المواطنين اللي حدثوا بياناتهم طباعه بطاقه الناخب بالالكترونيه، وسوف يتم الاعلان عن يعني موعد توزيعها بالايام المقبله، يعني قبل عملية الانتخابات سوف تتوقف عملية التوزيع، وسوف تكون هنالك حملة ترافق حملة إعلامية كبيرة ترافق عملية توزيع بطاقة الناخب، يعني من خلال يعني القنوات الإعلامية ومن خلال مواقع التواصل الخاصة بمفوضية الانتخابات لغرض حث المواطنين على استلام بطاقة البايومترية، وكذلك حث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية. وهنالك هي دعوة من خلال قناتكم الموقرة أن تقوم يعني الفعاليات الاجتماعية في المجتمع العراقي من خلال يعني رجال الدين والوجهاء والسياسيين، وكذلك يعني المرشحين يعني حملة كبرى لغرض دفع المواطن إلى المشاركة الواسعة بالانتخابات. طيب. يعني كما حدث في تركيا بالانتخابات الأخيرة كانت نسبة المشاركة أكثر من 90%، وحقيقة هذا هو يعني نضوج كبير في العملية الديمقراطية. هسه احنا يمكن سيد محسن نتحدث عن نسبة المواطنين اللي يروحون يحدثون سجلاتهم ومعلوماتهم البيومترية. نعم. يمكن تختلف النسبة عن اللي فعلا راح يشاركون ويدلون بأصواتهم بالانتخابات، لكن نعم. بالنسبة للتحديث ما يزيد عن 23 مليون عراقي حق لهم مشاركة بالانتخابات المحلية المقبلة. نعم. لكن عدد المحدثين منهم أكثر من 15 مليون لغاية الآن، وتحديث ما زال مستمر حتى يوم غد. نعم. هذه النسبة تعتبر مرضية وكافية لإنجاح العملية الانتخابية؟ نعم، لا يعني هي الحقيقة ليست 15 مليون، أكثر من 17 مليون يعني تم إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية البيومترية، واليوم العدد يضاف لها أكثر من 600 ألف. نعم. يعني حقيقة العدد هو تقريبا 17 مليون و600 يحق لهم المشاركة بالانتخابات يعني المحلية القادمة، وهذه النسبة يعني هي تقريبا ما يقارب 70% من الناخبين، هي هذه النسبة، وهي نسبة جيدة لغرض المشاركة بالعملية الانتخابية. إذا لاحظنا بالاستحقاقات الانتخابية السابقة كانت نسبة المشاركة 40%، وهذه يعني النسبة هي يعني معقولة يعني تجاه يعني الديمقراطيات في العالم، ونأمل أن تكون نسبة المشاركة واسعة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. سيد مؤيد، الأداء الحكومي الأخير خصوصا من جانب الخدمات اللي هذا أكثر شيء يهم المواطن، وقضايا التعيينات وأصحاب شهادات عليا وبعض الاختصاصات أيضا كانت تهم الشارع العراقي، هذا الأداء للحكومة أداء البرلمان أيضا استقرار سياسي، إلى أي درجة يمكن راح يؤدي أو يشجع المواطن والشارع على تحديث سجلات الانتخابات من ناحية،
والمشاركة في الانتخابات فعليا من جانب آخر؟ يعني قلنا في بداية الحديث أن هذه الحكومة استطاعت أن تلامس الحاجات الفعلية للمواطن العراقي، الخدمات، البنى التحتية، التعيينات. هناك العديد الآلاف من حملات الشهادات العليا تم تعيينهم في وزارات مهمة في الدولة العراقية، خصوصا وزارة التعليم العالي. أيضا هناك مناطق كانت منسية عشرات السنوات، لم تدخل آليات الأمانة أو غيرها لكي تقوم بتبليطها وإيصال الماء إليها. وصلت هذه بالتعاون طبعا بين الحكومة والجهد الهندسي للحشد الشعبي. كانت هذه مبادرة مهمة جدا، استطاعت أن تصل إلى مناطق كانت منسية، يعني مناطق قريبة من بغداد، لا نقول في قلب بغداد ولا خارج حدود بغداد، مناطق قريبة جدا من مركز العاصمة لم تصلها آلية أمانة بغداد لسنوات. هذا الأمر مهم جدا، يعني أعطى ثقة نسبية نوعا ما لهذه الحكومة وبالتالي أيضا بالعملية السياسية. لكن أعتقد أنه هذا الأمر أيضا يواجه تحدي كبير جدا، أنه اليوم يعني هناك بعض الجهات الخارجية تستخدم ملف الدولار، ملف الكهرباء من أجل يعني خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة لكي يعني تفشل هذه الحكومة أو تفشل جهودها الرامية إلى تقديم الخدمات وما يحتاجه أبناء الشعب العراقي. أيضا مع قرب هذه الانتخابات، لو تلاحظ في الآونة الأخيرة من الناحية السياسية هناك العديد من محاولات إثارة الفوضى في الوضع السياسي. قد تكون هناك جهات لا ترتضي أن تكون انتخابات مجالس محافظات، قد تكون جهات سياسية انسحبت من العملية السياسية ولا تريد ترتضي نفسها أن تشترك بمجالس المحافظات لأنها خسرت الشيء الكثير. هذه نقطة مهمة، الجهات السياسية اللي عزفت عن المشاركة بالانتخابات تعتقد أنها راح تمنع جمهورها من التحديث ومن المشاركة؟ أولا من حق أي مواطن عراقي، يعني هذا حق دستوري وحق قانوني، أن يعبر عن صوته وينتخب ويختار من يمثله. إن كانت هناك كتلة سياسية أو جهة سياسية تمنع كوادرها أو منتسبيها فهذا أعتقد أنه نوع من ممارسة التسلط والديكتاتورية على هؤلاء. يعني المشكلة في تلك الأحزاب يجب أن تشارك طالما لها يعني تمثيل جمهور كبير جدا أو متوسط، بالتالي هي يجب أن تشارك في العملية السياسية وتوجه كوادرها باتجاه انتخابها وانتخاب من ترشحه. لكن أن تفرض عليهم يعني بالقوة أو بالترهيب عدم الإدلاء بأصواتهم هذا أمر خطير جدا، هذا يعني سلب لحق شخصي لكل إنسان ولكل مواطن عراقي. الكتل السياسية كوادرها يجب أن تتعامل معها يعني بموضوعية وبواقعية. اليوم الواقع السياسي يعني فرض واقع سياسي جديد بعد محاولات إثارة الفوضى من قبل جهات داخلية وخارجية. المواطن العراقي يستحق أكثر من طموحات بعض الأحزاب السياسية ومحاولتها التمدد في السلطة والحصول على كل شيء وعدم إعطاء الفرصة للشركاء الآخرين على أن يتواجدوا معهم في العملية السياسية. طيب التيار الصدري مثلا أعطى فرصة لبقية الشركاء السياسيين من أجل تقديم أداء معين، لكن عدم مشاركة التيار الصدري مثلا في حال منع جمهوره أيضا من المشاركة بهذه الانتخابات وهذا الاستحقاق، إلى أي درجة ممكن يأثر على نسبة المشاركة تحديث أو المشاركة الفعلية بالانتخابات والإدلاء بأصواتهم، خصوصا جمهور التيار الصدري كبير وقوة مدنية أيضا لم تشارك، حزب الشيوعي مثلا أيضا عند الجمهور أغلب يمكن الجمهور أو المشاركة الانتخابية تعتمد بشكل كبير على الجمهور الحزبي، في حال عدم مشاركة جماهير كبيرة راح تتأثر النسبة سيد مؤيد؟ أحسنتم، يعني بالنسبة لجمهور التيار الصدري جمهور كبير جدا، يعني لا نبالغ إن قلنا أكثر جهة سياسية في العراق هي تمتلك يعني جمهور وجماهير مؤيدة هو التيار الصدري، وهذه الجماهير يعني تأتمر وتنتهي بما تأمر أو تنهي به قيادة هذا التيار. فبالتالي أنا أعتقد أنه التيار الصدري إن انسحب من العملية يعني لم يشارك في انتخابات مجالس المحافظات بشكل مباشر أو غير مباشر، فبالتالي هذه الأصوات يعني نقولها بصراحة حرامات تذهب يعني بلا أن يكون لها تمثيل في داخل مجالس المحافظات. أيضا قد تكون بعض الأحزاب المدنية وكذا أو بعض الأحزاب الأخرى يعني تريد أن تفشل العملية السياسية وتوجه كوادرها لا تشترك في الانتخابات، فبالتالي يبقى الجمهور الحزبي، لكل حزب جمهور معين ومحدد يشترك في العملية السياسية، وبالتالي على كل الجهات السياسية التيار الصدري أو غيره والحزب الشيوعي أو الجهات المدنية أو التي ترتبط بأجندات خارجية أو بعض السفارات هي ليس من حقها بعد إجراء الانتخابات إن لم تشارك أن تطعن بشرعية انتخابات مجالس المحافظات أو تقول هؤلاء لا يمثلون الشعب أو تنتقد أدائهم. إن كنتم تريدون أداء جيد وتريدون الإصلاح وتقديم الخدمات ومراقبة أداء المحافظ في داخل محافظاتكم فبالتالي اشتركوا في العملية السياسية وقدموا مرشحكم. قلنا أنه زمن الانقلابات ولا زمن البيان رقم واحد أيضا ولا في العراق انتهى بشكل كبير. هؤلاء يحلمون إن كانوا يريدون السيطرة على العملية السياسية، الطريق الوحيد للمشاركة في الحكومة هي من خلال الانتخابات
النيابية أولا ومجالس المحافظات وكل من يحمل فكر معين أو أيديولوجية معينة أو مشاريع معينة جديدة يجب أن يطرحها من خلال السبيل الوحيد والشرعي والدستوري والدولي للتداول السلمي للسلطة وهي الانتخابات. غير طريق طيب. الانتخابات لا أعتقد أن ليس من حق أي حزب أن ينتقد العملية السياسية أو أن يقتنص سلبياتها أو أخطائها. سيد محسن، بقيت مشكلة النازحين مشكلة أساسية وجوهرية، ودائما ما كانت هناك عمليات تلاعب في سجلاتهم الانتخابية. كيف يمكن تأمين هذا الموضوع وتحديث سجلات الناخبين عند النازحين؟ يعني في هذا الأمر حقيقة هنالك موضوعين أساسيين. الموضوع الأول، القانون كان صريح حتى بالنسبة للنازحين أن يتم تصويتهم باستخدام بطاقة الناخب الإلكترونية البايومترية ولا يسمح بالتصويت بأي طريقة أخرى، هذا جانب. الجانب الثاني، تم تشكيل لجنة عليا من قبل مجلس المفوضين أحد أعضائها وكذلك وزارة الهجرة والمهجرين والوزارات الأخرى لغرض جرد النازحين وتحديد مناطق تواجدهم وكذلك عملية تحديث سجلات بياناتهم لغرض إصدار بطاقة الناخب. نعم. لذلك هذه العملية في هذه المرحلة المقبلة هي مختلفة بسبب أنه القانون قد حدد استخدام بطاقة الناخب الإلكترونية البيومترية ولا يمكن يعني استخدام هذه الفئة من الناخبين استخدام سيء أو استغلالهم في عمليات التصويت. طيب، هل تم تأمين هذه العملية؟ هل تم تحديث سجلاتهم وتأمين بطاقة بيومترية للنازحين بمختلف المخيمات المتواجدين بها؟ نعم، أنا تكلمت عن هذا الموضوع، هنالك لجنة وهذه اللجنة قطعت شوط كبير في عملية الوصول إلى مخيمات النازحين وتحديد مناطقهم وكذلك إرسال فرق جوالة لغرض تحديث بياناتهم في مناطق تواجد النازحين وفي داخل المخيمات، وكذلك طيب. تم تهيئة مراكز اقتراع قريبة من مناطق تواجدهم في المحافظات التي نزحوا إليها. طيب، في كل انتخابات تشكل هذه اللجنة وتروح للنازحين وتعمل بالسياق اللي ذكرته وهذه الآلية، لكن ليش تظهر مشاكل عند وقت الاقتراع؟ يعني لاحظنا بالاستحقاقات الانتخابية السابقة وخاصة المناطق أو الأحزاب اللي هي يعني في محافظات النازحين تستغل استغلال سيء استغلال النازحين وتستغل حاجاتهم من خلال يعني المبالغ المالية أو إرسال المساعدات أو غيرها، وكذلك المفوضية كانت حريصة في عملية توفير صناديق الاقتراع وتوفير يعني المواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية، ولكن لم يكن هنالك شرطا أساسيا في استخدام بطاقة الناخب. كان هنالك التصويت المشروط للنازحين وكذلك استخدام بطاقات الناخبين القصيرة الأمد. اليوم القانون قطع الجدلية في هذا الموضوع وحسم الأمر باستخدام بطاقة الناخب الإلكترونية البايومترية حصرا، لذلك هذه المشاكل هي سوف تكون أقل. هي كانت حقيقة قليلة جدا في انتخابات سنة 2021، أما في الانتخابات القادمة فسوف تكون المشاكل يعني معدومة في هذه النوع من التصويت. سيد مؤيد، الانتخابات النيابية الأخيرة رغم المشاكل اللي شابتها لكنها أسفرت عن تغييرات فعلية بدماء جديدة في البرلمان، كتل جديدة، أيديولوجيات وتوجهات جديدة، وجوه جديدة، عدد كبير من المستقلين كنواب في البرلمان. هذا التغيير اللي النسبي الموجود في الانتخابات النيابية الأخيرة إلى أي درجة سيحث الناخبين على المشاركة في هذه الانتخابات المحلية؟ يعني فعلا البرلمان العراقي الأخير يعني كان فيه هناك يعني دماء جديدة، توجهات جديدة، شجاعة وإرادة حقيقية لبعض النواب. اليوم نتكلم عن كشف ملفات فساد كبيرة، نتكلم عن وقوف بوجه مخططات خطيرة جدا كيعني مخطط ترسيم الحدود بين العراق والكويت، أيضا يعني غيرة كبيرة جدا على حقوق المواطنين، على حقوق الخريجين. نلاحظ انه بعض النواب يعني عديد من النواب يعني الجدد في هذا البرلمان لم يقتصر العمل التشريعي والرقابي، انما كانوا حاضرين في الميدان من خلال يعني زيارتهم لدوائر معينه وفق لجانهم النيابيه، ايضا محاوله المشاركه في تسهيل تقديم الخدمات للعديد من المناطق الذين انتخبتهم، وهذا بالتالي يعطي دافع للمواطنين في تلك المناطق أن هذا النائب اليوم جيد ويفكر، لم يدير ظهره بعد الانتخابات
للجماهير التي انتخبته، فبالتالي يعطي صورة إيجابية ودافع كبير جدا. لذلك أعتقد معظم الكتل السياسية الجديدة والشخصيات الجديدة التي دخلت في البرلمان كتلها سياسية أو شخصيات تابعة لها أو حركات معينة سوف تدخل في انتخابات مجالس المحافظات، لأنها أسست أساس صحيح. فبالتالي من يؤسس أساس صحيح يعني ويزرع شكل بذرة حقيقية وصالحة يقطف ثمارها في انتخابات سواء كانت مجالس المحافظات أو الانتخابات النيابية. أما بعض الجهات مثلا تكلم الضيف الكريم، أتفق بنقطة مهمة جدا أنه يعني النازحين هم أكبر ضحية للانتخابات البرلمانية. بعض الجهات فعلا استغلتهم في محافظات معينة خصوصا المحافظات الغربية، لا يذكرونهم إلا بوقت الانتخابات من خلال سلة غذائية أو بطانية أو مدفئة كهربية أو مروحة. يعني هذه قمة يعني النكران الجميل وقمة اللا إنسانية، استغلال معاناة الناس من أجل الحصول على أصواتهم الانتخابية، وبعد ذلك تحدث سرقات. بعض الجهات السياسية هي تعمدت السرقة في أموال النازحين، وأعتقد أن ملفات الفساد الكبيرة التي تكشف اليوم بعد يوم بخطوة شجاعة كبيرة من قبل هذه الحكومة والبرلمان العراقي في الأنبار هي خير دليل على استغلال تلك الجهات السياسية للنازحين وغيرهم. شكرا جزيلا لكم عضو مركز الهدف للتحليل السياسي سيد مؤيد العلي، شكرا لك. وشكرا جزيلا لكم عضو مجلس مفوضية الانتخابات الأسبق السيد محسن الموسوي، شكرا لك. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. بغداد وواشنطن، حوار أمن واتفاقات استراتيجية وتساؤلات عن طبيعتها ومحاذير من بنودها. مشاهدينا وللحديث اكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، استاذ العلوم السياسيه في جامعه بغداد دكتور طارق الزبيدي، وكذلك الترحيب الخبير الامني السيد عدنان الكناني، اهلا بكم. وابدا معك دكتور طارق، اتفاقيه امنيه جديده ما بين العراق وواشنطن يعد لها، هل هي مجرد اتفاقيه امنيه ببعض البنود لو هناك سيكون اطار استراتيجي جديد؟ أهلا وسهلا بحضرتك وضيفك الكريم والمشاهدون الأكارم. في الحقيقة هذه الاتفاقيات الجديدة هي ليست اتفاقية يعني بالقياس إلى اتفاقية سحب القوات، اتفاقية التي عقدت عام 2007، بل هي اتفاقيات تتعلق بموضوع التنظيم وموضوع التسليح وموضوع الدعم، دعم القوات العراقية. وأعتقد أن هذا الموضوع يرتبط إلى حد كبير ب جهود الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع مكافحة الإرهاب، ولكن بالرغم من جميع هذه الجهود المبذولة من قبل قوات التحالف وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ولكن يبقى أن الغموض في هذه السياسة المتبعة في مكافحة الإرهاب أيضا هو حاضر وواضح. ونتذكر جميعا عندما اجتاحت القوات الإرهابية جماعات الإرهابية عصابة الإرهابية داعش، الولايات المتحدة الأمريكية لم تبادر إلى كبح جماح هذه الجماعات بالسرعة والوقت المطلوب، بل انتظرت كثيرا لغرض البدء بعمليه عمليات لا سيما العمليات المتعلقه بالجانب الجوي والقصف الجوي اتجاه هذه القوات. مع الاسف الولايات المتحده الامريكيه في اطار سياستها المتبعه في العراق هي ليست واضحه، والكثير من العراقيون يتساءلون حتى المهتمون بهذا الشان، ماذا تريد الولايات المتحده الامريكيه في تواجدها في العراق؟ هل هي تدعم الاستقرار السياسي والامني؟ هل هي تدعم جهود العراق في مكافحة العصابات داعش الإرهابية وغيرها من التنظيمات الإرهابية؟ وإذا كان الجواب نعم، نعتقد أن على أرض الواقع أن الجهود المبذولة من قبل القوات الولايات المتحدة الأمريكية هي لا ترتقي إلى جهود حقيقية لغرض مكافحة هذه التنظيمات. نعم، أهلا بك مرة أخرى سيد عدنان. وكما ذكر دكتور طارق، الأمريكان مجربيهم وقت اجتياح عصابة داعش الإرهابية لمحافظات عراقية لم يقدموا أي دعم للعراق، طيب ليش نجربهم مرة ثانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا جميع مشاهديك الكرام وحيا الله ضيفك الكريم.
الحقيقة ما جرى مباحثات بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي، ومن يدعي أنها مباحثات أو ربما مفاوضات أو ربما جلسات حوارية، هو توقيع محضر الاتفاق. ليس هكذا الحقيقة، ليس وهناك هكذا أعداد كما يبدو الاتفاقية جديدة. ليس هكذا الموضوع بالضبط. الموضوع أنه تأكد الجانب الأمريكي على أنه وضع قواتنا المسلحة العراقية بالمسار الذي تريده أمريكا. أمريكا أشرفت على بناء الجيش العراقي بال 2003 وأبقته جيش يفكر بعقلية الحرب العالمية الأولى، جيش منقوص من قواه القتالية الحقيقية. الجيوش اليوم تحسب بالعدد وليس بالكم، وبالنوعية وليس بالكمية. لذلك اليوم التسليح أغلبه تسليح أزرار وحرب إلكترونية وصواريخ بعيدة المدى وكذلك طيران مسير. وأبسط دليل نقوله الحرب الأخيرة، آخر حرب غير الحرب الروسية الأوكرانية، حرب أرمينيا وأذربيجان، حسمت عن طريق الطائرات المسيرة البرقدار التي استوردت من تركيا لصالح أذربيجان. لذلك أقول أنه الحروب الحديثة اليوم هي حروب أزرار وحروب تكنولوجيا، وجيشنا العراقي اليوم لا يمتلك التكنولوجيا القتالية ولا يمتلك الطيران المسير ولا يمتلك القوة الجوية العراقية التي ممكن أن توازي على الأقل دول الجوار. وكذلك اليوم لو حسبنا عدونا المحتمل والحرب التي ممكن أن تهدد حدود العراق، هو هناك تهديد من الجانب التركي على حدود العراق، وجيشنا العراقي لا يوازي القوات القتالية التركية لا بالعدة ولا بالعدد ولا بالتسليح. لذلك أقول أنه أمريكا تدعي حماية سيادة العراق والعدوان التركي على السماء وعلى أرض العراق والعدوان الاقتصادي والتجاوز الاقتصادي على حدود العراق من قبل دويلة هي عبارة عن بضع كيلومترات على حدود العراق من ناحية الجنوب، وكذلك قضمت الأرض من ناحية الحدود الأردنية العراقية ومن ناحية الحدود السورية العراقية السعودية العراقية، وكذلك حتى من ناحية الحدود الإيرانية العراقية. لذلك أقول أن قواتنا المسلحة العراقية غير قادرة على حماية حدود العراق، وإنما تقاتل بأسلوب عصابات بسيطة. داعش الإرهابي احتل الأراضي العراقية وبالتعاون مع قوات الحشد البطلة التي شكلت بموجب فتوى المرجعية الشريفة وأبطال قوات الرد السريع وأبطال الشرطة الاتحادية العراقية وكذلك المتطوعين العراقيين الأشاوس الأبطال، استطعنا من قتال هذا التنظيم المتطرف. لكنه بالمقابل كانت القطاعات العسكرية ماسكة أرض، وبالتالي 600 نفر من داعش الإرهابي استطاع أن يهزم قوات بأكثر من 40,000 قيادة عمليات وقيادة شرطة وقادة عسكريون وهرم كبير جدا. لذلك أقول أنه إحنا اليوم نشبه أفغانستان. أمريكا أشرفت ويفترض أن قواتنا المسلحة العراقية تتخذ مما حدث في أفغانستان درسا. القوات الأمريكية أشرفت 20 سنة على بناء الجيش الأفغاني من ناحية التدريب ومن ناحية التجهيز ومن ناحية قدرته القتالية، وحينما انسحبت أمريكا بثلاثة أيام سقطت أفغانستان بيد كابل. فبالتالي من المحتمل أن يكون ما يحدث بالعراق هو أشبه بما يحدث بأفغانستان، وعلى القيادة العراقية أن تهتم ببناء جيش عراقي حقيقي بناء على حجم التهديد اللي يحدد. وهنا يعني من ضمن الملفات الاستراتيجية اللي تم التباحث عنها يعني قضية التسليح وتجهيز وقضايا القتالية والاستشارية أو تواجد هذه القوات. دعني أعود إلى دكتور طارق، هناك ملفات كثيرة تم التباحث عنها، مثلا ملف التجهيز والتسليح، رغم أنه مشكلة الجيش العراقي لم تكن عدد قوات تجهيز وتسليح، إنما كانت قضايا يمكن سياسية أكثر اللي شابت مشكلة مواجهة داعش. لكن أغلب الأسلحة والمعدات هي أمريكية دكتور طارق، طائرات F-16، دبابات برانز وعربات الهامفي اللي تستخدمها القوات العراقية. هل هذا يعني يؤكد حاجة العراق لعقد اتفاقيات أمنية مع واشنطن رغم نكوث الأخيرة بدورها أكثر من مرة؟ قدر تعلق الأمر بالحاجة، هي موجودة، القوات العراقية تحتاج الدعم، لا سيما الدعم التكنولوجي والسلاح المتطور الحديث، إضافة إلى ما تفضل به الضيف الكريم سر عدنان فيما يتعلق بالقوة الجوية وتجهيز العراق ب طائرات مسيرة وغيرها من الطائرات الأخرى المتنوعة. ولكن موضوع الحاجة ثابتة، ولكن هل الدعم حقيقي؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية لديها يعني رؤية حقيقية لمساعدة العراق؟ الولايات المتحدة الأمريكية إذا عندما يعني نتابع
وجود علاقتها مع العراق منذ 2003 لغاية الآن فهي متغيرة ومتباينة ليست ثابتة حسب طبيعة رئيس الوزراء. حقيقة تتغير بحسب طبيعة رئيس الوزراء وفي يعني قرب وبعد رئيس الوزراء من التوجهات الأمريكية في المنطقة. صحيح أن الكثير من رؤساء الوزراء في العراق يحاولون أن يعملون بطريقة التوافق ما بين المصلحة العراقية وما بين يعني التناغم مع الولايات المتحدة الأمريكية في مصالحها في المنطقة باعتبار أن الموضوع معقد للغاية وحساس أيضا باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر العراق هي في المدرك وضمن الهيمنة الأمريكية وهي ترفض حتى وجود روسي أو وجود صيني لغرض ملء الفراغ في هذه المنطقة يعني تعتقد أن العراق ضمن منطقة النفوذ الأمريكي فما بالك إذا ما الحكومة العراقية حاولت أن تتقاطع في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية جميع الحكومات العراقية منذ 2003 لغاية الآن تتعامل مع هذا الملف بحذر باعتبار أن العراق لغاية الآن لم يحقق الاستقرار الاقتصادي فهو يرتبط إلى حد كبير بموضوع العملة الصعبة وموضوع يعني تصدير النفط وعملية الحماية الأمريكية للأموال العراقية فهذه المسائل كلها تعد محاذير لأي حكومة في التعامل مع ملف التواجد الأمريكي فضلا عن ذلك بالرغم من الجهود الدبلوماسية الكثيرة التي يعني عملت عليها جميع الحكومات ومن ضمنها هذه الحكومة لغرض محاولة إجلاء القوات بشكل مطلق وبشكل كامل ولكن هذه الجهود أيضا تحتاج إلى جهود أخرى باعتبار أن من غير المعقول أن تطالب الانسحاب والانجلاء الكامل والقوات العراقية تحتاج إلى غطاء جوي ولغاية الآن المعركة مع الإرهاب لم تنتهي باعتبار أن الجماعات الإرهابية بين الحين والأخرى قد تعمل في بعض المناطق خاصة المناطق المفتوحة التي تحتاج غطاء جوي فضلا عن الحدود الكبيرة للعراق في جانبها البري مع سوريا ومع إيران ومع الدول الأخرى إذن المصالح موجودة لكل الطرفين في هذه المباحثات لكن أي مصالح راح تغلب على هكذا مباحثات أو اتفاقيات إن عقدت ووقعت فعلا مصالح عراقية للمصالح الأمريكية بالعراق والمنطقة بشكل عام يعني تقصد أي مصالح عفوا للدكتور طارق السؤال أعتقد حسب طبيعة صانع القرار والحكومات الحالية ومن ضمن حكومة السيد السوداني من ضمن برنامج الحكومي أعتقد ركزت بوضوح على أن المصلحة العراقية يجب أن تكون هي الأولى فضلا عن ذلك من ضمن البرنامج الحكومي أيضا هناك تأكيدات على ضرورة أن يكون العراق مستقر والعراق مستقل عن جميع الضغوط سواء كانت على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي عد لك سيد عدنان بالنسبة للمصالح المشتركة ممكن أن تتحقق مصالح عراقية من هكذا اتفاقيات مع الجانب الأمريكي اللي جربناه أكثر من مرة خصوصا المصالح الأمنية على الأقل وهناك جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب ووجود قائد الجهاز بهذه الرحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجلوسه بمشاركته بهذه المحادثات شوف عزيزي أولا لا وجود لمصالح عراقية في هذه المفاوضات ولا وجود لمصالح عراقية مع الجانب الأمريكي لا ليش الحكومة دزت قائد الجهاز ووزير الدفاع إلى أمريكا والله ما أعرف أعتقد استلام أوامر بالتالي يعني اعتقد انه المصالح العراقيه مغيبه تماما والدليل على هذا انه الدماء العراقيه التي سالت بسبب الاحتلال الامريكي ليس فقط بال 2003 حتى بال 91 32 دوله قادتهم امريكا باتجاه العراق وابقت على المقبور حدام لعنه الله عليه وبالتالي جاءت بال 2003 واتت ب 47 دوله وخمس دول من دول الجوار منها السعوديه والكويت وقطر وكذلك تركيا قدمت مساعدات إلى الجانب الأمريكي لاحتلال العراق وقتلت ونهبت ودمرت وانهارت البنى التحتية وبعدها أتت بمجموعة من الحفاة كانوا خارج العراق وبالتالي بنت منظومة حكومية مبنية على أساس تجاوزات على حقوق العراق والعراقيين ودليلي على هذا اليوم ما نحن به أموال عراقية سربت وسرقت العشوائية زادت وازدادت الفقر سوء التعليم وأيضا التجاوزات على حدود العراق وجود أمريكا تدعي حماية سيادة العراق وتركيا 24 ألف خرق تركي على حدود العراق تركيا تبني محطة استخباراتية مخابراتية بعمق 200 كيلومتر في بعشيقة وهذه المحطة موجودة بمستوى اللواء وكذلك نقاط حدودية
وجيش يتجاوز حدود العراق وبلغ ربما في بعض الأحيان يتجاوز 50 كيلومتر عمق نتحدث، مدنيين يتم قتلهم من خلال الجو بطائرات مقاتلة أو طائرات سمتية مسيرة تركية بحدود العراق. طيب وفقاً سيد عدنان لهذه المعطيات اللي ذكرتها، وفي ظل هذه المعطيات تعقد اتفاقية أو إطار استراتيجي جديد أو اتفاقية استراتيجية جديدة مع الجانب الأمريكي، هذا ما راح يشكل حرج للحكومة وبالتالي أطراف سياسية الإطار مثلاً الداعم لهذه الحكومة؟ شوف عزيزي، كان هنالك اتفاقية تسمى اتفاقية سوفو، اتفاقية ذات الإطار الاستراتيجي، وقعت في عام 2008 مع الجانب الأمريكي في زمن السيد المالكي. هذه الاتفاقية كانت معلنة ومكشوفة وتم الاطلاع عليها من قبل الشعب العراقي ومن قبل البرلمان العراقي، وهذه الاتفاقية تصاحبها اتفاقية أخرى تسمى اتفاقية المشاركة. تلك الاتفاقية من 11 قسم، وهذه الاتفاقية التي جاءت لخدمة الوجود الأمريكي ربما هي اتفاقية مبطنة في بعض الفقرات، لكن الحكومة العراقية في تلك الفترة كان يهمها خروج القوات الأمريكية من الأرض العراقية، لذلك ركزت على المادة 48 اللي هو المتعلق بالموضوع السيادة العراقية. أمريكا جعلت هذه المادة ملغومة، وبالتالي طبعا مضمون المادة وليس النص، يقولنا في حالة تعرض السيادة العراقية إلى تهديد خارجي أو داخلي وانتهكت السيادة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، انتهكت السيادة حينما أسس ودعم داعش الإرهابي بالأرض العراقية من قبل الإدارة الأمريكية. طيب، وهذا كلامي باعتراف الإدارة الأمريكية، لذلك قامت القوات الأمريكية بالدخول إلى العراق تحت ما يسمى قوات دولية. واليوم القوات الدولية التي تدعي أمريكا أنها بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مجرد أشباح لا وجود لهم. بعض الشخصيات من أستراليا ومن إيطاليا ومن ألمانيا شخوص بسيطة، لكن الموجود من القوات الأمريكية هي قوات الدلتا وشركات أمنية وكذلك قوات قتالية وقوة جوية وعناصر استطلاع وعناصر استخبارات وكثير من القطاعات العسكرية المختلفة، قطاعات قتالية، وما يدور بالحدود السورية مجاور الحدود العراقية هنالك تعزيز للقطاعات العسكرية الموجودة في شرق الفرات. يعني طيب، من أيام بسيطة 3 أيام 4 أيام أكثر من 3000 مقاتل نزل بشرق الفرات بدعم وإسناد من قبل قوات برية وقوات يعني مجوقلة. طيب هذه النقاط المهمة كتواجد قوات أمريكية في هذه المنطقة دون تنسيق مع العراق أو حتى اختراق السيادة العراقية أكثر من مرة، لماذا لم تدرج بمحاور هذه المباحثات مع الأمريكان؟ أولا هي المباحثات أعتقد يعني لا وجود شيء اسمه مباحثات، والدليل أنه حينما يكون هنالك حوار بين دولتين يفترض أن يكون هنالك بيان ختامي، ونتمنى من وزير الدفاع العراقي أن يأتي ويخرج ببيان رسمي ليقول ما هي النقاط التي تم الاتفاق عليها، وبعدها هذه النقاط تدرج وتقدم إلى مجلس النواب العراقي. وحتى المفاوضات بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي يجب أن يكون هنالك تمثيل للجنة العلاقات الخارجية مع لجنة الأمن والدفاع مع مختصين مع إعلاميين لتغطية هذه المباحثات، لكنه غياب لجنة الأمن والدفاع وغياب لجنة العلاقات الخارجية من البرلمان، نعم، وغياب الإعلام عن هذه المباحثات أو الاتفاقية أو المحاور أو أي ما يسمى مع الجانب الأمريكي، هذا يجعلنا نشكك أنها ما هي الأمور التي تم الاتفاق عليها أو ما هي الأوامر التي صدرت إلى القادة العسكريون العراقيين لغرض تنفيذها وفرضتها الإدارة الأمريكية. هذا أعتقد يعني اليوم ننتظر بيان من قبل الحكومة العراقية ويخرج وزير الدفاع العراقي مع الوفد الذي ذهب للمفاوضات، وبالتالي يقدم ورقة لتطرح على البرلمان العراقي على اعتبار هو يعني ممثل الشعب، وبالتالي البرلمان العراقي يعرضها للتصويت على الشعب العراقي أو على الأقل يتم التصويت عليها داخل القبة التشريعية. طيب، وبالتالي يعني تحذف الفقرات التي ممكن أن تؤثر على مستقبل العراق وتعزز الفقرات التي ممكن أن يتم الاتفاق عليها. دكتور طارق، من ضمن محاور الحديث والملفات اللي تم التباحث بشأنها هو قضية الاستشارة والتدريب، خصوصا بعد تحول مهمة التحالف الدولي والقوات الأمريكية من قتالية إلى الاستشارية، لكن ليش ما تم الحديث عن عديد القوات الأمريكية الموجودة في العراق ولا أحد يعرف عددها؟ بالحقيقة عندما نعود إلى اتفاقية سحب القوات الأجنبية عام 2008 وكذلك الاتفاقية الصداقة والتعاون
اتفاقية الإطار الاستراتيجي للصداقة والتعاون. نعم. كل الاتفاقيتان عندما نقرأها بشكل مفصل نجد في مضامينها بعض النقاط التي قد تشير إشارات غير واضحة حقيقة، إشارات خفية لموافقة الحكومة في وجود هذه القواعد. وإذا ما عدنا إلى المادة 24 من اتفاقية سحب القوات، نعم، أنه أشارت إشارة واضحة إلى وجود تنظيم، إعادة تنظيم وجود هذه القطاعات في مراكز معينة بعيدة عن القرى والأرياف. يمكن يشاطرني الرئيس أستاذ أسنان الكريم سر عدنان، أنا قرأت هذه الاتفاقية وجدت بعض الفقرات موجودة أنه موضوع وجود هذه القواعد يجب أن تكون معلومة بعلم الحكومة العراقية وحتى الأعداد، ولكن عملية الالتزام بهذه المادة لم يكن. عفوا دكتور طارق، في جزئية بسيطة إذا سمحت لي. نعم تفضل. ضمن الاتفاقية أنه بعض القواعد يكون التواجد مشترك، لا وجود لشيء اسمه قاعدة أمريكية بحتة. نعم. هذا ما تم الاتفاق عليه. إذا كان مشترك يمكن بعين الأسد هناك قاعدة حرية للحكومة المركزية ما عندها أي معلومات عنها. هذا ينتهي بال 2011، يعني نهاية ال 2011 31/11/2012 تنسحب القطاعات العسكرية، فقط ابقى على بعض المدربين والمستشارين. البعض تحديدا سيد عدنان، قد عدد البعض؟ ما هي المشكله، هاي الفقره الملغومه التي لم يتم تحديدها. ومن هم الذي يقوم بحمايتهم، ومسؤوليه حمايتهم تقع على من، على الجانب العراقي ام على الجانب الامريكي؟ واذا على الجانب الامريكي، هل حددت الاعداد التي ممكن ان تؤمن حمايه المستشارين؟ وهذه اللي الفقرات الملغومه التي ابقى عليها وبقت يعني مبهمه. لكن أنا أقول أنه في حين الحكومة العراقية كانت مستعجلة على إتمام هذه الاتفاقية، وكان هدف الحكومة هو إخراج القوات الأمريكية من الأرض العراقية، وبالتالي كانوا يعتقدون أنه ممكن المناورة في بعض الفقرات في المستقبل البعيد أو القريب. الشكر جزيل لكم الخبير الأمني سيد عدنان الكناني، كنت ضيفا كريما، والشكر جزيل لكم أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد دكتور طارق الزبيدي، شكرا لك. وشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصادنا آخر.